متواجدين في المعرض الدولي للفلاحه بمكناس وعارضين بعض انواع الدجاج منهم الدجاج الزينه والدجاج البياض. وشاركنا هذا العام هذا باكثر من 30 نوع. كي قلت لك لي بول دورنومون بحال لي نيغ دو سوا بحال السيماني بحال الفاس بلون لي سيل برايت البادو الفونيكس. السيماني هو اغلى نوع ديال الدجاج في المغرب. اييه هو هذا. ولو بخي ديالو باش نصحوا واحد المعلومه ماشي 6000 درهم، ما بين 800 و 1000 درهم لا بياس. موجود كاين في المغرب؟ موجود كاين عندنا في المغرب وعندنا مستوى عالي. الاصل ديالو الاندونيزي، كيتميز باللحم كحل، الرجلين كحل، هو كله كحل، حتى العظيمات ديالو كحل. البيض ديالو شحال داير؟ البيض ديالو ما بين 40 و 50 درهم. موجود كيتكال ولكن الاكثريه كيديروه في الفقاصه باش ينتجوا هاد لاغاز. دونك في انواع ديال الدجاج الزينه بحال هاد العام هذا عاوتاني الناس اللي لقينا اقبال عليه بزاف هما لي فاس بلون بلوتو لي نيغ دو سوا اللي كيمتاز بحال القطن ما عندوش الريش واللحم ديالو تيكون زرق وكيمتاز بخمسه ديال الصبعان بلاصه ثلاثه والمنقار ديالو تا هو زرق.